أعظم الله أجورنا وأجوركم بأيام أبي عبد الله الحسين الأليمة والفجيعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين، أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك سيدي يا قمر العشيرة، يا أبا الفضل العباس، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أبا الفضل قم فأنت الذي قد كنت لي مسعدا إذا الدهر نابا. من اللي يقول؟ حسين على مصرعه قال له الآن، مو قبلك، الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. خويا يقول له ألست الذي إذا ما مهيب هب للحرب لم تكن هيابا. أصعب حكاية. قال له كسر اليوم بافتقادك ظهري وقناتي فلت وظني خاب. وانحنى للخبا محدودب الظهر تردى من الأسى جلبابا. فرأته بنات بني الواحي شون حالهن شافن. قال فشقت للخدور حجابا. قال الا احمى الضائعات اين حمانا يا خويا، اين حمانا يا اين من كان للخطوب مآبا. يقول فدعا يا بنات أحمد صبرا عظم الله أجركم والثوايا. إيه وياهم ون يا أبا يا قالهن الحسين إن دهري علي فوق سهما
يا فرما كف عزيمتي فأصايا يا با بعد يقول قال يا بني هاشم وآل نزار بدركم هوى فقوموا غضابا يا فل حدي وثل مجدي فقوموا وأزيلوا عن الرؤوس التراب قال أوحش الحرب فقده في نهار يا بواب ليل إن قد أوحش المحراب يا شلون طلع العباس شلون طلع أول شيء أول بداية المعركة بين العباس وبين ذول اللعناء عبد الله ضاق صدري وسئمت الحياة ممات وأريد أن أخذ بثأري من هؤلاء اللعناء يقول جت زينب للكفل هتحشم تقل عبد الله الطفل ضر الظمى خويا بعد ما تقدر ربابت جابله ايه والله جابت الخيمة ويم العائلة من العطش غارت عيونه وذابله شفافه للموت روحه مجدمه تقل كان ما تقدر يا ابو فاضل علي بماي كان ما تلحق يا ابو فاضل علي بماي يقضي وكل املنا يخيب يا بمددي غمض العينين خويا ومددي للمنيه هنا يا ابن حامل حمل قال مين سمع قامت تنخيه ارتعش وقال يا زينب غدا عنا العطش حمل والعسكر العشاط اندهش من سطوته ومن بريج مخذمة للشريعة من وصل يملي الجود بتروح قبل الحسين الورود من الجود وراد للخيمة يعود به لا تنقرب ليهم حتى ما صعب صعب قال ألف وسفة طاح نجفوف الثنية وعانا عانه انصابت بعد بصواب شيل ونادى نادى نادى من صاب العمد باسم الحسين وطلع مسرع ليه من مخيمه يقول ألف وسفة طاح نجفوف والثنين وعينه انصابت بعد بصواب شين صايح من صاب العمد باسم الحسين
وطلع مسرع ليه من مخيمة قعد يمه وشاف ببعض الحياة راد شيء لو ما قبل طيب الذات. قال ما أقدر أعوفا ما أقدر أعاين للبنات راد أبو اليمة يشيل وعارضة. اسمع بالله ذني هواي بيه الرقة هذا ايش أقرأ لك بهالطريقة حتى شوية نحس شلون الحسين كان متكئب وحزين مو بس يبكي حزن كآبة. يقول راد أبو اليمة يشيل وعارضة ناشدة شتريد يا ابن المرتضى. خويا خلي اخذك ما قبل العباس. قال له خلي اشيلك للمخيم ما ارضى قال له اشيلك للمخيم ما ارضى. وبثلاث حالات قام يكلمه قال له خويا بامل خليت العيال كون اروق قلوبها واسجل اطفال من العذيب لا تشن علي القدر حال وهد تشوف الهامة من مخذمة. هاي وحدة ثلاثة يقول العباس ما أقبل أروح للخيم ثلاثة. هاي وحدة وبعد يا بحر الندى خاف تشمت بيكم جموع العدا. ليش؟ قال له من تشوف تشيلني وجسمي غدا لا بس من الطعن ثوب من الدم. قال له يا ابو اليمة ثالثة ذني أريد كون واسيك بمماتي العميد. شلون؟ قال له مثل ما تبقى على حر الصعيد خويا مثل ما تبقى على حر الصعيد معفر ردبقى يا مهجة فاطمة يا من باسمك نبار الخصم ونهيد عقبك تشيف نسكن بعد. حسين يقل له وانهاد كسر ظهري يا اخويا اليوم انا انكسر ظهري يا اخويا اليوم وانهد جبل صبر وعدو وشمت بي جبل صبر وعدو وشمت بي مو بيد يا ابو السجاد يا عزنا ويا عز الكيل جنين يضطرب ويريد انا جنين يضطرب ويريد اتلقاك يا مصباح من تهيل وبحشاي اسمع لك ترحيبه بحشاي اسمع لك ترحيبه. هذا ابو فاضل من خلوا ايد زينب بايده قمر العشيره وقال له بني عباس هذه وديعتي عندك. وحق ظلم امن يم الشمس لو بين خيام صدق اجا يوم الوفاء اجا يوم كربلاء يوم عاشر عاشوراء. قال فاقحم الفرس الماء بعد ان كشف اربع
آلاف عن المشرعة، الماء بإصبعه مليا وقال: يا نفس من بعد الحسين أنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. يقول يحاج الماي يحاج الماي، قاموا تهل عينه، يا ماي العذب ليش قطعت بينا، عسنك من بعد لوعة تسكينا، تمور من جميع الأرض تحرام، يا عاشق نطل معشوقة شفينا. غيرك يا أبو فاضل منو مسويها؟ يا عاشق نطل معشوقة شفينا، وبشف خلى راسه وشف شحم عينه، تقطع قطع من هامة الرجلين، ومحاج العشق بس عباس يطرب. خرج من الشريعة وهو يقول مرتجزا: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أوارى ميتا عند اللقاء، نفسي لنفس الطاهر الطهر وقى. من انت؟ اني انا العباس اغذو بالسقى. هذا وكان يقاتل قتال الابطال ببسالة علوية، اجركم الله فكمن له زيد بن الرقاد من وراء نخله، ضرب العباس على يمينه فقطعها، رحم الله من ناداه وسيداه، ايه وشهيداه وغريباه، فأخذ السيف بشماله مرتجزا: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. قال: فبينا هو يقاتل الأعداء إذ شد عليه حكيم بن الطفيل السنبسي، ضربه على الشمال فبراها، أيوا سيداه وعباسا، فسقط السيف من يديه وضم اللواء إلى صدره وصاح: قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. أعظم الله أجوركم. بينا هو كذلك تقول بعض الروايات: إذ رمق النجف الأغر يعتذر من والده على أن الراية ما سقطت واليوم محل سقوطها، قال له: يا بويا واجب بالطاف قضيت، أو خدر الكلفتني بحميت، بويا وابدا بيرغك لا ما ثنيت، أنا ويا لمن راسي تهشم. قال: فجاءته النبال كأنها المطار، سهم أصاب صدر أبي الفاضل وسهم أصاب عينه وسهم أصاب القربة فأريق ماؤها، وقف عباس من شقة والقربة تحسر حسرة المكسور قلبه، يا ويلي وثار موج بسكين على دربه، صوب النهر تندب شابح العين
هنا بعد ألفاظ العزاء يا أبا الفاضل. فجاء حكيم بن الطفيل بعمود من حديد فضرب العباس علامته رحم الله من نادى وعباسا وسيدا. يقول عاد يا عاد الطاح من يهوى على الغبرة. شلون واحد يطيح للقاع؟ يقول عاد الطاح من يهوى على الغبرة ما يتلقى الأرض باليمن ويل. أبو فاضل شلون؟ قال يقول يتلقى الأرض باليمن واليسرى وعباس القمر بسهام بصدره. تلقاها الأرض من دون تتشايع وانت قاعد وياي برخصة خادم الزهراء ولا بيتين ليش يمك ويقع يم سنايا ليش يمك ويقع يم سنايا عضيد ابو اليمة وتطيح الراية عضيد ابو اليمة وتطيح الراية ليش يمك طاحن جفوف الثنية ليش يمك طاحن جفوف الثنية ليش يمك صوب عمود اللعين ليش يمك وقع الغبرة طاعين ليش يمك وقع الغبرة طاعين وليش شطك ما شرب من ماي ليش شطك ما شرب قاعد يم وعرف ببعض الحياة حسين قاعد يم وعرف ببعض الحياة راد شيا لو ما قبل طيب الذات قال ما أقدر أعاين للبنات قال ما أقدر أعاين للبنات وعيلة المن العطش شاية عيلة المن العطش شاية خلى موت هنا ولا رد للخيم خلى موت هنا ولا رد للخيم ولو هاي تزيد دلالك ولم من الوعد أخجل أعاين للحرم هاي هي عادة الوفاية هاي هي عادة الوفاية دنق عليه ويشم بوجنته دنق عليه ويشم بوجنته يمسح الدم والعرق من قصته يمسح الدم والعرق من قصته حين الدينت من منيته حين الدينت من منيته ظل ابو السجاد تايه رايه ظل ابو السجاد تايه رايه ظل ابو السجاد ظل ابو السجاد ظل ابو السجاد ظل ابو السجاد تايه رايه
يقول حط ايده على خاصرته وتلوى، حط ايده على خاصرته وتلوى تلوى يا عباس ظهر انكسر توى يا عباس يا طيب الخوة يا خويا بخوتك ما حد مثيلك أعظم الله أجوركم. شال راس أبو فاضل خلاب حجر العباس يرجع للتراب مرتين، الثالثة قال له أخويا ليش؟ قال له أبا عبد الله الآن تضع رأسي في حجرك، بعد ساعة من يضع رأسك في حجره؟ قال فانحنى الحسين عليه السلام وقبله وشمه وفاضت روح أبي الفضل الطاهرة، فقام الحسين منكسرا باكيا يكفكف دموعه بكمه، وعاد إلى الخيام فاستقبلته زينب أين ابن والدي، فسحب الحسين عمود الخيمة ووقعت على رأسيهما، يعني طاح عمود الخيمة، فصاحت زينب وأخاه وضيعتنا من بعدك. تقول قال لها يا زينب راح أخونا، قال لها يا زينب راح أخونا، خويا راحل كان بريحة أبونا، بقيت وحيد يم الخدر دونا، عقاب عقاب عينا من الخدر يصون. وي الحسين هالبيت هذه، قال جنت مرتاح بالخوان وقفه وقفه يعدلون الحمل لو مال، يعدلون الحمل لو مال وقفه. احكي وياه، قال له اخويا وقفني زمان شلون، اخويا وقفني زمان شلون، وقفه على نعش الاخ الراح من دي. طالت نومتك يلبيك حزدوني خويا